السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكون أموركم كلها بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الحلوة بمناسبة رأس السنة، فبقوا معي باش تعرفوا على المقادير. إذا بالنسبة للمرحلة الأولى فغادي نحتاج 4 ديال الأكياس أو 3 ديال هنريس. أنا بالنسبة لي استعملت هنريس، درته في الطحانة وطحنته حتى ولي على هذا الشكل هذا. ثم عندي واحد الكميه لا باس بها من كاوكاو مهرمش، راه غتلقاو عند مالي الحوانت او لا مالي الحلويات. وفي الاخير غنحتاج جوج العلب ديال دانون او لا تقدروا ديروا الحليب او لا الزبده دايبه. اذا هنايا غادي نجيب اناء اللي غادي نوضع فيه المقادير اللي عندي. كيف قلت لكم انا استعملت 3 العلب ديال هنريس، تقدروا ديروا 4 5 اللي بغيتوا. ثم كنزيد عليه داك كاوكاو مهرمش، واخر حاجه غادي نزيد هذاك دانون. وفي حاله الا ما تجمعش لكم المكونات تقدروا تزيدوا اما شويه ديال الحليب او لا الذوب، وكيف قلت لكم شويه ديال الزبده باش تقدروا تجمعوا بها الخليط ديالكم. فبالنسبه ليا انا من بعد ما خلطت المكونات ديالي استعملت شويه ديال الحليب باش نقدر نجمع المكونات مزيان كيف كتشوفوا معايا هنايا. اذا هنا جبت واحد المول على هذا الشكل هذا، دوك اللي كيتباعوا ب 20 درهم عند مالي الحلويات، اللي ممكن ديري به الحلوه ديالك على الشكل اللي بغيتي، يعني واش كبيره متوسطه او لا صغيره. فرشتها بالبابيي من التحت باش المكونات ديالي ما يخرجوش ليا من الاطار. وكيف كتشوفوا معايا هنا فجبت هذاك الخليط ديالي، غادي نحاول انني نقادو مزيان في هذا الاطار هذا حتى يولي مقاد. فانا هنايا استعنت بالمعلقه باش نقاد مزيان هذا الطبق ديالي، وانتم تقدروا تستعنوا باي اداه اللي كترتاحوا فيها بطبيعه الحال. اذا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما صيبتها مزيان، غادي نخليها على جنب وندوز نحضر الطبقه الثانيه. اذا الطبقه الثانيه غادي نحتاجوا فيها لاموس شوكولا، تقدروا تختاروا النوعيه اللي بغيتوا، انا اختاريت ديال الشوكولات اللي فيها 125 غرام. وايضا غادي نحتاج جوج ديال دانون، انا اختاريت هذه الماركه هذه، تقدروا تختاروا حتى نتوما اللي بغيتوا. وهنايا عندي كاس ديال الحليب يكون بارد مزيان. وكملاحظه فبالنسبه للاموس والحليب فراني خليتهم في الفريغو باش يبردوا مزيان، باش لاموس ديالي او لا هذا الكريم هذا اللي غادي نحضر معكم دابا يطلع مزيان من بعد ما غادي نخفقوه. اذا هنا غادي نجيب اناء غادي نوضع فيه ديك لاموس، وغادي نزيد عليه داك الكاس ديال الحليب، وغادي نبدا نخلط المكونات مزيان. بالنسبة لي انا فاش كنت كنخلط خلطت تقريبا الوقت اللي درت ما بين 7 حتى 10 دقائق باش تطلع لي لاموس مزيان، وباش تعرفوا انها صافي راها واجدة. ملي كتحبسوا التخلاط كتحاولوا انكم تدوروا هذا الاناء هذا بحال بغيتوا تخويو، ولا ما كانش كتحرك هذيك لاموس فعرفوا ان الخليط ديالكم صافي راه واجد. اذا هنايا غادي نخلط هاد جوج مكونات ديال الحليب ولاموس حتى يمتزجوا مع بعضياتهم، ثم من بعد غادي نزيد عليهم دوك العلب عفوا ديال دانون، وغادي نعاود نخلط مزيان حتى توجد ليا لاموس ديالي. وهنا كتكون لاموس ديالي وجدات وكتجي كريميه على هذا الشكل. اذا هنايا غادي نعاود نجيب هذاك الاطار ديالي اللي وضعت فيه الطبقه الاولى، ثم غادي نزيد عليها دابا الطبقه الثانيه اللي هي عباره على لاموس، وغادي نحاول نقدها مزيان. كيف كتشوفوا معايا هنا، ومن بعد فراني غادي نخليها في الثلاجة. انا بالنسبة لي خليتها تقريبا 24 ساعة، نتوما تقدروا تخليوها هكا ليلة كاملة او اللي كان زربان بها يخليها واحد 6 سوايع هكاك، مهم تكون شادة فراسها مزيان باش من بعد غادي ندوزو باش نزينوها.
وكملاحظة اللي نسيت ما قلتهاش لكم، فراه كنحطوها في الفريغو، يعني ماشي في الثلاجه لتحت، وانما كنحطوها في الفريغو باش تجمد مزيان. كيف كتلاحظوا معايا هنا راني قديتها مزيان وخدات مني وقت، حيت كنقدها من بلاصه وكتخسر ليا من بلاصه. تعطلت فيها شويه، والمهم الشكل الاخير ديالها هو هذا. كيف قلت لكم دابا غادي ندخلها للفريغو وغادي نخليها انايا 24 ساعه تقريبا. وهنايا من بعد ما دازت 24 ساعه كيكون الشكل ديالها هكا، كتكون جامده مزيان. دابا غادي ندوز باش نحضر الطبقه الثالثه باش نزين بها هاد الكيكه ديالي. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاجو فيها الشوكولات اسود، غادي نحتاجو ايضا القهوه ملعقه كبيره او لا ساشيه كيف ما كتلاحظوا معايا، وواحد نصف كاس تقريبا ديال الحليب. هنايا غادي نجيب كاسرونه غادي ندير فيها داك الحليب، وغادي نزيد عليها ديك الساشيه او لا ملعقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي ندوز باش نسخنهم شي شويه ونعاودو نطلقاو باش نزيدو عليهم الشوكولات. اذا الخليط ديال القهوه ها هو واجد، غادي نضيف عليه واحد 6 القطع ديال الشوكولات اسود. بالنسبه للشوكولات انا ما ضفتش فقط غير 6، لانني فاش خلطت المكونات ديالي ما عطانيش داك اللون الاسود، فبالتالي زدت 4 القطع اخرين. وباش نزيد نغلق هاد المكونات ضفت لهم واحد الساشيه اخرى ديال الكاكاو باش يعطيني اللون الاسود. من بعد غطيتهم فوق الفرن وبقيت كنخلط حتى ولا شي شويه الخليط ديالي ثقيل على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا دابا، ثم غادي ندوزو باش نصفيوه. هنايا غادي نجيب كاس وصفايه وغادي نبدا نصفي هذا الخليط ديالي. فهاد المرحله هي ضروريه بزاف باش الوجه ديال الكيك ديالكم ما يكونش مشوه وما يكونوش فيه حبيبات، داكشي علاش كنصفيوه. وباش حتى الشكل ديال الكيك ديالنا من الاعلى كيجي زوين ومقاد. من بعد ما خليت الشوكولات ديالي يدفى، وضروري انه يكون دافي باش ما يذوبش لكم هاد لاموس، غادي نجي وغادي نكب هاد الخليط ديالي فوق لاموس، وغادي نبدا نقاد فيها مزيان بسباتولا او باي حاجه كانت عندكم اللي تقدروا تصيبوا بها حتى كنتهي. وغادي نحيد هذاك الاطار من بعد باش نحط هذا الكيك غلاسي ديالي في شي صحن باش نزينه. التزيين فانتوما احرار في اي حاجه بغيتو ديروها في الكيك ديالكم، اي فكره كانت عندكم تصور، مهم كل واحد والطريقه باش كيزين الكيك ديالو. انا زينت بهذه الطريقه هذه وخديت دوك الحبيبات اللي غادي نوضعهم فوق هذوك كيبانوا بحال الوريضات. ومن بعد جبت هاد كاوكاو مهرمش وغادي نحاول انني نديرو ما بين هذوك الوريضات. مهم جاتني الفكره بحال هكا قلت نزينها بهذه الطريقه هذه. من بعد جبت داك الكريم ديال لاموس اللي بقى ليا وحاولت انني نديرو في هذوك الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا، ونحاول نقدهم بموس او لا باي حاجه اللي نقدر نملسو بها باش يجي على هذه الطريقه. انا هنا استعنت فقط بالموز لانه قلبت انا على هذيك الملسة عند مالي الحلويات، ولكن للاسف ما لقيتهاش فاضطريت نخدم باللي عندي. من بعد جبت هذا الفيرميسيل هذا الكحل، غادي نحاول انني نديرو في الجوانب ديال هذا الكيك كلاسي، كنحاول انني نقدو مزيان واخا ما مشدش ليا فيه مزيان. مهم هو الشكل ديالها في الاخير كيفاش غادي يجي. وهنايا غادي نحولها للطبصيل اللي غادي نقدمها فيه، وبطبيعه الحال فريني مازال غادي نكمل التزيين ديالها. وهنايا اختاريت الفيرميسيل الوان، غادي نحاول انني نديرهم في الجوانب حتى هما على هذا الشكل هذا. صراحه وانا كنزين كل شويه كتبان لي الكيكه كتبان بنينه وزوينه، حتى نتوما الا بانت لكم هكا جاوبوني في لي كومونتير. وتزين بطبيعه الحال باقي ما ساليتش، مازال كل شويه كنزيد شي حاجه.
بحال مثلا هاد اللعيبات اللي كتشوفوا معايا. كنت خديت واحد الكيكه تقريبا في راس العام ديال العام اللي فات، وكانوا فيها هاد لي زارتيكل هادو، صراحه عجبوني وخبيتهم. ودابا ملي جيت باش نصايب انا كيكه لراسي، قلت علاش لا ما نستعملهمش، وهما اللي كتشوفوني دابا كنقد فيهم. وقبل ما نقول لكم بسلامه، غادي نجيب واحد الموس وغادي نقطع واحد الطرف من هاد الكيك كلاسي باش تشوفوا كيفاش كيجي، وصراحه المذاق ديالو رائع جدا. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوا الوصفه، واللي جربها يجاوبني في الكومنتير كيفاش جاتو وصدقت ليه. لكم عندي في القناه، ونتمنى انني ما نكونش طولت عليكم بزاف. واخر حاجه نقدر نقول لكم انكم الى عجبتكم هذه الوصفات بارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تزيدوا تشجعوني، وكل مره نحط لكم الجديد. شكرا لكم، وبسلامه عليكم، ونهاركم برك.